حاجه تفرح بصراحه يعني، لكنك رجعت تقدر تلعب ماتش ولسه بتفكر في الماتش ونفسك تنزل تلعب معاهم في الماتش. بصراحه رينار مؤثر جدا جدا مع اللعيبه، واللعيبه بصراحه رجاله جدا، فالحاجات دي دايما الواحد بيقعد يتفرج عليها. الكواليس دايما بتبقى مهمه جدا للمشاهد وللاعلام، ان هو يعرف ايه اللي بيحصل حوالين الوضع. الماتش ده فاكرينه 90 دقيقه؟ لا، في تحضيرات قبل الماتش، والمحاضره بتقال فيها ايه، واللعيبه بتنفذ الشغل ده ولا لا. لا، حاجات بصراحه شابوه بصراحه. كمان السوشيال ميديا بتاع المنتخب عامل جو كويس جدا جدا في الفيديو، فاتمنى ان شاء الله الفرحه دي تبقى موجوده ان شاء الله ماتش بولندا. الله كريم.